الرسالة التي جاءت من الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا رسالة فيها 60 حزب 30 جزء. وهذه الرسالة لما نفتحها ونقرأ نقرأها هكذا: يجب أن تختم القرآن بقلبك وأن تختم القرآن بأعمالك وأفعالك. أكيد. هذا هو الختم ديال القرآن. ولذلك أنك تتلو القرآن هكذا غير تتلو القرآن، لا، شوف لماذا هذه الأشياء يعني تعمدنا احنا يعني نجبدوا هذه الشجرة؟ لأن الشجرة الوحيدة الغير مثمرة المذكورة في القرآن، شكونوا واضحين، كاين أشجار أخرى جاءت في القرآن غير معروفة مثل اللينة التي جاءت في سورة الحشر. هذه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين. هذه شجرة لينة، حتى أن الناس دابا كيسميو بناتهم لينة، لينة في الجنة أو على شيء. فثم جاءت الأشجار المثمرة الخمسة المعروفة التي نأكلها، هي التين والزيتون والعنب والرمان والتمر. هي التين والزيتون والتمر والرمان والعنب، خمسة. هذه أشجار خمسة التي جاءت في القرآن، هي التي تتردد دائما. نجد هذه الزيتون والتين والرمان، هذه دائما تتردد. هذه الأشجار خمسة يجب الناس أن يعزلوها عن باقي الفواكه الأخرى، لأن الزيتون والتمر والرمان والعنب وهذه أشياء، هذه أشياء لا تشبه الفواكه، رغم أن الفواكه الأخرى كذلك جاءت مجملة ومعممة في النحل. هذه: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. يعني حتى الفواكه الأخرى كاينة، البرقوق والمشماش، ومن كل الثمرات، يعني ما جاءت في اسم عام، اسم جمع، يعني جاءت من كل الثمرات، جاءت معم. لكن هناك أشجار جاءت بالاسم، وأقسم الله بشجرتين هما التين والزيتون. وجاءت آية فيها شجرة وآية فيها شجرتين وآية فيها ثلاث أشجار. فأنت ترى عديد من القرآن ما نقدروش نعرضوا كل شيء لنستظهروا للناس والآيات لكلهم. هذه مشيوا سورة المؤمنين، فيها جنات معروشات وغير معروشات، جاءت مرتين، ولكن غادي يلقاو بأن متشابه وغير متشابه الزيتون والرمان، غادي يلقاو النخل والزرع مختلفا أكله في الآية الثانية اللي كاينة في سورة المؤمنين. يعني ثم يتكلم الله عن اللون: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. جاءت أشجار مثمرة ولكن ليست للقوت، ما كيتقوتوش بها الناس، لا مشبعة ولا تنفع ولا أي شيء. يعني هذه الأشجار الخمسة المثمرة تكلمنا عليها، كل واحدة عملنا لها حلقة. بقات لنا الأشجار المثمرة فيها ثمار، هي كتعطي ثمار ولكن ليست للقوت ولا تنفع، اللي جاءت في سورة سبأ. اللي هي الأتل والسدر والخمط والأشياء اللي جاءت: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ما كانش محسن من هادشي، أكيد ليس هناك ما أحسن من هذه الأشياء. هذا قوم متعهم الله سبحانه وتعالى تمشي، يعني ولكن كلوا من رزق ربكم، يعني بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة فيها كل شيء، داكشي اللي بغيتوه طيب، ماشي أي شيء، طيب طيب، عنده واحد جودة عالية، وأن رب يغفر الذنوب، حتى الناس اللي عملوا حاجة واستغفروا الله راه يغفر الذنوب. ولكن فأعرضوا، هنا النقد، كاين نقد ديال هاد الاشياء هذه. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمط واتل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما صبروا وهل يجازى الا الكفور. ولك هذه اشجار جاءت، كذلك الخمط والاتل والسدر، هذه جاءت، ولكن هذه جاءت في القران، نعم، ولكن كان يقمع، يعني بحال الله سبحانه وتعالى نقم هذوك القوم اللي كانت عندهم ديك الجنه وعطاهم هاد الاشجار ما فيها والو. الناس ما غاديينش يعيشوا بالنبق، النبق هذه اللي كنسميو حنا العناب، ما غاديينش يعني، ولا يعيشون بثمار الدوم، ولا غاديين يعيشوا بالخمط ولا بالقتل، لا لا يمكن. فهذه الاشياء. ثم هذا مثلا هذا الريحان جاءت في سوره الرحمن، لما الله سبحانه وتعالى علي الرحمن اشفع في رفع السماوات الكون ملي تقاد، والارض وضعها للانام. شو التعبير ديال الله سبحانه وتعالى للانام؟ هذه الانام تعني ان كل شيء على هذا الارض، كل شيء على هذا الارض. والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام، فاكهات
يعني هنا مثل التعبير اللي جاء في سورة النحل أنه معمم فاكهات فيها البرقوق فيها المشمش فيها الكرز فيها الموز فيها الأشياء هذه فيها البابايا فيها كل شيء. والنخل ذات الأكمام جاءت بالاسم وعبر على النخل قبل ما يخرج التمر ذات الأكمام اللي الله هذيك العرجون تي يعني كي يخرج منه ذوك الحبيبات الخضراء اللي مازال عاد غدا تعطي ذات الأكمام. والنخل فيها فاكهة النخل والحب ذو العصف والريحان. هنا ماشي أي حب إنما الحب اللي عدو العصف اللي عدو التبن اللي عنده القش. لماذا؟ لأن هذا الحب ذو العصف هو اللي داخل فيه النشويات القطاني وما اللي كيخلفوا قش اللي كنعطيه للحيوانات. والحب ذو العصف والريحان جاءت شجرة لوحدها هكذا يتيمة في القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن. وسورة الرحمن هي اللي فيها كل شيء، فيها الآلاء وهي اللي فيها الجنات وهي اللي فيها يعني العيون اللي غادي نشوف هذا مضاختان، هي اللي فيها العيون اللي غادي نشوفه في الجنة وهي اللي فيها الأشياء هذه. يعني جاءت هذه الشجرة هكذا في القرآن، يتكلمنا على لينا هي الشجرة هذه في الجنة دائمة الخضرة في الأرض، لأن الله يتكلم على الأرض والأرض وضعها للأنام، أن الريحان هذا من أشجار الأرض من أشجار الدنيا. هذا الريحان مجيئه في القرآن هكذا لا يهتم به الناس ولا يعطونه ولا يعيرنا أي اهتمام. سبحان الله. هذه الشجرة يعني كما تفضلتي في المقدمة هي تطهر. وليس هناك نبات على وجه الأرض يطهر مثل الريحان. تطهر ماذا؟ تطهر كل شيء. سبحان الله. حتى يعني الناس لو الجسم الغسل اللي كيجي الإنسان يغسل في الحمام الجسم ديالو كله إلا غسل بماء الريحان تتبقى الرائحة ديالو زكية، تبقى الرائحة طيبة. فهو يطهر الجلد وكيعطي رائحة، مش غير تطهر، يطهر وينكيه. وهنا جميع الشركات وجميع العلماء اللي يبحثون في ميدان هذه الفراغرانس في ميدان العطور وفي ميدان المسائل يبحثون عن العطور التي لا تضر. علي أن بعض المرات تقرأي على العطر أنه مكتوب خالي من الكحول ولا بدون كحول. من الكحول كي شوية كي أرق الجلد. ولكن هذا الريحان ماشي غير لا يضر، هو الريحان يطهر ويزكي زعما كيعطي رائحة طيبة للجسم. ماء الريحان يستنشق به يطهر جيوب الأنف ويمضمض به ويغرغر به ويشرب ويقطر في العين وفي الأذن ويغسل به الشعر والجلد كله يطهر بهذا. يغليوا الناس الريحان ويغسلوا به من هو الاخر. دابا مع الاسف حنا في الاخر كنعملوا الصابون، ولكن ملي الناس يغسلوا اخر الماء اللي غادي كنقولوا بالدارجه المغربيه تشلوا الجسم ديالو يشلل به، اخر الماء اللي غادي يغسل به الشعر ديالو الجسم كله وجهه كل شيء بيدي يغسل بهذا الماء هذا ديال الريحان. حتى الرضيع الامهات كيشريوا لهذو الولدان الصغار اللي كيرضعوا كيشريوا ليهم بعد الأشياء من الصيدلية رائحة طيبة وكيطهروا بأولادهم على أن أشياء راقية وعلى أن علوم. لو هاد الأطفال هادهم اللي بغوا يغسلوا ليهم يغسلوا ليهم بماء الريحان يكون أحسن. نعم جيد. هذه ثم احنا عليا في المغرب كانت عندنا واحد ظاهرة عادة مشي ظاهرة، كنا كنغسلوا الميت بماء الريحان. نعم عليا والميت مات أرض أولى به قد يدفن. يعني علي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لأمنا عائشة يعني دفنوني في التيب ديالي. قال يا أمير المؤمنين أو أنا دفن؟ قال الحي أولى بهذا التوب الجديد ولو كان رخيص، إلا أنا غادي الأرض غادي الأرصة في يعني خلوني في التيب ديالي. فهذا ماشي الميت اللي خاصو يغسل بالريحان، إنما الأحياء هم اللي خاصهم يغسلوا بالريحان. هذا هو شجرة الريحان كيعرفوا الناس هي شجيره ماشي شجره. نعم شجيره صغيره كتطلع كتوصل حتى المتر ونص. نعم بعد المرات توصل لجوج الامتار. هي كاينه في المعموره كاينه في جميع المناطق في المغرب ديال الريحان. حتى انا لقيت بعد بوادي من ناحيه بن سليمان ان الناس كيحرقوه كيخبزوا به وكيطيبوا به بحال الحطب، يستعملونها كحطب. نعم هذا نعم. هذا ثم هذه الاشياء فيها تيربينات وبعد فيه مواد طياره فولاتيل كنسموها إيسانس. وكين المعروف هو الميرتل، هو ماشي البازيليك هو الميرتل. يعني ما بقى واحد اللبس
المرتل هذا شجرة الريحان معروف الريحان معروف يعني ماذا لأن نحن كنعرفوا النبات بالصورة كنعرفوه بال نعم. علي نكلمسوه بيدينا مش قلنا هذا هذه شجرة الريحان كما تفضلتي هي مطهرة للجسم تكلمنا على النظافة الخارجية وتكلمنا على تطهر كذلك الجسم من الداخل هي تغسيل الجسم هي تقتل هذه الطفيليات والبكتيريا مقوية للقلب لا علي ليست مقوية ما نقدروش نقول مقوية ولا معالجة أبدا إنما نقول أنها شجرة علي هذا هو المشكل لأن الناس كيتسناو خلطات وكيتسناو أشياء نقول لهم بأن غتاخذ الريحان وغادي نتعالجم لا حنا كنعطيو خصائص النبات وخصائص أي حاجة تكلمنا عليها كنعطيو خصائص هاد الشجرة ممكن تشرب كتدخل في التغذية ليست أعشاب هي ليست مضرة هذه كتدخل مع التغذية ممكن النساء يطبخوا بها يعملوها مع الطبيخ لأن يعني كنشوفوا النساء كيديروا واحد الربطة ديال المعدنوس المقدونيس ولا الربطة ديال القصبر في كوسكوس ولا يعملوها في الطياب هكاك يعني بدون تقطع نعم. يعني عملوا واحد عراش ديال الريحان في الطبيخ لماذا؟ نعم ويعملوا عراش ديال الريحان في البراد ديال الشاي نعم يعني كيحضروا الشاي يعملوا الريحان مع الشاي عباد النعناع وعيد الشاي ممكن يعملوا الريحان نعم يعملوا هذا الريحان مع الحليب اللي بغاو يغليوا حليب لحاجة الأطفال ولا ليهم يعملوا مع ريحان جيد هذا ثم ممكن يتشرب لي وحده هو كشرب لي وحده كشاي يعني شاي الريحان علين فعلي الناس كيعرفوا ما كيعرفوا غير بعد الايام الشاي ممكن يتحضر من اكثر من 300 عشبه اللي عندنا من هنا في المغرب من منطقه خنيفره حتى بن سليمان وحتى المولاي ادريس يعني عندنا الاعشاب في هذا الجبل ديال المولاي ادريس انا مشيت مرقيت اعشاب كيرعى عليهم الماعز معشابة جيدة وليست مسمومة هي لا تصلح للعلاج ولكن تصلح لرفاهية الناس ممكن نأخذ شراب يعني هاد الناس ما ملوش من الشاي والقهوة علي مرة كان بعد الدول كتشرب الكركديل هذه الكركديل كان في السنغال كان في مصر كان في السودان كيشوفوا الناس كيقدموا هاد الشربات عندها لون وعندها مذاق وعندها كل شيء جيد هي الليبيسكوس وهي مزيانة حتى للناس اللي عندهم ضغط نعم. جيدة للضغط هي لأن فيها بوتاسيوم كتخفض شوية الضغط فهذا شجرة الريحان تزيل هذه الطفيليات وهذه الأشياء الديدان من الجسم هذه وتكون مع الأكل شربوها الناس بعد الأكل ومع الأكل لا تستعمل المهم تكون عند الناس في المنازل ديالهم وعندنا في المغرب علينا وعلي ما الريحان ما كاينش ثمن كبير نعم. يعني ولا كانوا يعرفوا الناس هذين اللي كانوا مارين بالطرقات ويلقاو الريحان كاين في معمورة كاين موجود الريحان موجود يعني يجمعوا بعد الريحان يعملوه ياخذوه معهم في السيارة ديالهم يجيبوه للمنزل ماشي ماشي مشكل ويكون طري ولا يابس بحال لان هي شجرة ما كتسقطش الاوراق ديالها لا تخرف دائما هي الخضراء دائمة الخضراء يعني كتبقى هي الشجر دائم الخضرة نعم هي عليهم بحال الاوكاليبتوس الاوكاليبتوس ما كيطيحش الاوراق يعني النخيل ما كيطيحش الاوراق فهذا الشجره جاءت في سوره الرحمن جاءت في القران هذه الشجره هي اللي كتمثل الجانب الترفيهي الجانب التجميلي الجانب التطهيري للجسم لان الله خلق لنا مواد غذائيه للطاقه مواد غذائية تحفظ الطاقة هما اللحوم والقطاني والأسماك والحليب هذه للطاقة خلق لنا مواد تقي الجسم اللي فيها الفلافونويدات واللي فيها البوليفينولات خلق لنا مواد تضبط الهرمونات اللي فيها الفيتوستروجينات خلق لنا مواد يعني غنية بالماء والأملاح والفيتامينات مواد يعني منعشة خلق لنا مواد ترفيهية نشربها مثل الشاي مثل البن مثل هذه أشياء الإنسان يشرب هذه ما فيهاش طاقة ما فيهاش تغذية ما فيهاش بروتينات ما فيهاش هذه الإنسان يشرب هذه الترفيهية هذا إن كاين بعض الأوقات الناس كيكونوا جالسين يتكلموا لا شيء واعتدنا احنا في المغرب نعملوا شاي نعملوا قهوة نعملوا ما يمكنش الناس هكذا يتكلموا كبدون أي شيء ولا بالتخص شاي كان قرى الضيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قرى الضيف هي التمر والحليب أن الضيف قد تقدم لا من شيء التمر والحليب ولا أي شيء يعني نسميه قرى الضيف يعني ملي كيدخل الضيف واحد الحاجة تحط مباشرة المغاربة كان عندهم قرى الضيف كانت بالبغرير كانت بالمسمن كانت باللوز كانت بالقرقاع كانت بالتمر كانت شيء كيحطوها للضيف ملي كيدخل ولا بدا برا ديال أسد ولا إن شاء الله ولا يحطوا غير ماء جيد هذا الضيف يشرب كاين هذه الشجرة هذه تمثل جميع النباتات الأخرى اللي هي كثيرة في الكون الكون ما فيش غير التغذية في نباتات أخرى أن هذا الإنسان خلقه الله يعيش في محيطه عيشة جيدة
عيشة طيبة. نعم. وهذه العيشة الطيبة التي ارتضاها الله للبشر سبحانه وتعالى لم يطلب منه بشيء أي ثمن، لم يطلب منه لا نقود ولا أي شيء. نعم. طلب منه الشكر فقط. نعم. والشكر يكون عبر العبادة، ولكن كذلك عبر احترام هذه النوامس الكونية، لأن عندنا واحد الأمر ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فلذلك كانت هذه الأشياء التي تتردد في القرآن، خصوص القرآن، أنا كنهتم بالقرآن الكوني أكيد. ما قرآن هذا ظاهر يعني من خلال شرحكم لي، هذا عنده العلماء ديالو، كاين ما شاء الله كاين عندنا علماء يعني في المغرب، عندنا علماء ما شاء الله هذه ما عندناش مشكل، ولكن القرآن الكوني ما زالت. علاش؟ لأن القرآن الكوني كيمشي مع المعدات ومع التقدم العلمي. نعم. أشياء تفسرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء عاد تفسرت الآن دابا، يعني حتى ظهور جنين على شكل علاقة ما كانش يعني صحابة فسروا بتفسير ديال هذاك الوقت، ولكن الآن مع الإيكوغرافيا وصوروا هذاك الجنين كيفاش كيظهر، وصوروا من النهار الأول من مراحل كاملة أو من حتى يعني التسع شهور، صورين يعني النساء داروا لهم إيكوغرافيا معاهم وصوروا هذاك الجنين يعني تسع شهور كلها، يعني تصورت مراحل النمو في كندا وفي دول أخرى علينوا وتأكدوا من هذه المسائل. أشياء تفسر الكوني لماذا جاءت هذه الشجرة الريحان هكذا، وأن الناس يسألون عن أعشاب سامة وهذه كتعالج السرطان، هذه كتعالج هذه، هذا افتراء، هذا افتراء. إنما الريحان ذكر الله سبحانه وتعالى فيها شجرة تطهر وتعطر، أن هذه الشجرة حتى المناطق الموجودة فيها هذه الشجرة هي مناطق غير ملوثة، من دخلنا احنا مع البيو سانسرز هذو اللي كيوريونا اللي كيخبرونا بحالات البيئة، لأن يعني هذه المنطقة ديال بن سليمان هي منطقة خضراء، هي محمية. نعم. هذه المنطقة هذه فيها هذا الريحان يعني بكثرة، علينا بن سليمان تل سيدي يحيى الغرب تل هذه كلها مناطق سيدي بطاش، مناطق ديال قصب التاد، كل شيء الريحان موجود في أي في في نعم في جميع المناطق. هي علي هي شجيرة غابوية، شجيرة غابوية تقاوم الحرارة، والأوراق ديالها كيبقاو خضرين طول السنة، ولكن كتخرج واحد الحبيبات يعني في فصل سوداء شهر خمسة شهر ستة كتخرج، ما عندهمش دور هذوك عليهم، هما عليهم غادي يستعملوهمش الناس، ولكن عليهم هما غادي يكون فيهم تركيز ديال هذوك المواد أكثر من من من, من الأوراق. هذه مواد تيربينية هي فيها عليهم، ما غاديش ندخل التفاصيل ديال التركيب الكيماوي لأن هناك أسماء ما نعم كاين اللي هم هو الغاية من هذه، ويعني نتكلموا عليها بطريقة يعني مختصرة. كاين بعض لقيت بعض الردود، هناك من يستعمل زيت الريحان او الريحان كيدقوا كيعملوا في الشعر باش كيطول لهم الشعر، يعني هذه كلها لا لا هذه ما كندخلوش الخلطات الوصفات، هذه اشياء احنا شجره الريحان كشجره يعني نتعاملوا معها كشجره، انها داخله في في في, في, في حياه الناس، وانها تمثل القسط الترفيهي والقسط التجميلي، لان الانسان عنده ما ياكل وعنده ما يلبس، ولكن الله سبحانه وتعالى دارنا حتى مواد عند رائحة زكية كنجملوا بها، ومواد كتنظف ومواد كتطهر ومواد جيدة. كاين واحد الماء واحد العشبة في مراكش في تنسيفت، كاين واحد مراكش سماوه الغسول، المغاربة سماوه الغسول، هي الأشتان، هي نبات الأشتان. نعم. سماوه المغاربة الغسول، علاش سماوه الغسول؟ لأنه كيغسلوا كيغسل هنا، علاش؟ لأنه كيدير واحد الرغوة وكيغسل كيطهر الثياب. نعم. كيطهر الثياب، وكان عليهم كانوا كيغسلوا به مقبل، كانوا كيصبنوا به. سماه هكذا الغسول. ثم كاين واحد علي الانسان علمه الله كيف يعيش، أكيد. ثم انه مشى لواحد النبات هذا كنسميوه حنا بالامازيغيه تيغشت، هذه كانوا كيغسلوا بها الصوف، لان الصوف المغسوله بها تيغشت هذه ما كتاكلهاش الحشرات هذيك التينيه، ما كتاثرش في الصوفه. فكان علي كان اجباري، النساء كان اجباريا يغسلوا هذيك الصوفه بتيغشت بهذه العشبه هذه، علاش؟ لان عشبه كترغوي، ولان علي ماشي ما كانوا انات. فهذه الاشياء علي الله سبحانه وتعالى خلق في الكون كل شيء للإنسان، وخلق كل شيء طبيعي، ليس بالضرورة الإنسان يمشي هذا. نعم، إذا كانت هناك علم، ولكن علي تقدمنا دابا في صناعة أنواع الصابون ولا أشياء هجا، كاين دابا صابون طبيعي، الصابون هو أقدم صناعة الإنسان. نعم. عرف الصابون منذ كليوباترا. نعم. فهذه الأشياء هذه، هذه الشجرة، شجرة الريحان، يتمثل هذا الجانب، الجانب التنظيفي، وهي في نفس الوقت داخلة مع الأكل، هي تشرب ويغسل بها تستنشق. الناس غير يجيبوا عرش أغصان ديال الريحان يعملوهم في البيوت، يعني هي طاردة للحشرات، هي تطرد الحشرات وتعطر المنزل طبيعيا.
يعملوا عراش حتى في السيارات، الناس كيشموا رائحه البلاستيك في السيارات عندهم، كيشموا حتى رائحه الاويل الغازويل في السيارات، يعملوا عراش ديال الريحان في السياره، يعلقوهم في السياره ولا يعملوهم في السياره، هذه غير رائحه جيده. هاد التيربينات المواد الزيوت الطياره والمواد القويه هي فيها فلافونويدات اولا، في الكالويدات قويه، هي الريحان شجر الريحان في الكالويدات قويه، انه مذاق الريحان ليس مر، مذاق جيد الناس يشربوه. كي تغلف الماء يشرب بحال الشاي يعني هذا جيد. هذه الاشياء هي اولا تطهر وتنظف، ثم ان تسكن الجهاز الهضمي، الاشخاص اللي عندهم غازات، الناس اللي عندهم اشياء هكذا على مستوى الجهاز الهضمي، ثم تطهر الجهاز البولي. شرف الله قدر السامعين. عند المشكل تكيسات مثلا على مستوى المتانه او على مستوى البروستات وعلى مستوى الجهاز البولي، كيكونوا تكيسات، ناس عندهم تكيسات نعم، هذه التكيسات هي هذه شجره الريحان تطهر هذه الاشياء، هذه تساعد هذه. ولكن نزيد ناكد على ان هذه ليس خلطه للعلاج، هذه من خصائص هذه الشجره فقط، من خصائص هذه الشجره. ان وما غاديش يعني الناس يكون عندهم تكيسات يشربوا الريحان بالكراغه الطحين ديال التكيس، لا، انما هي اشياء تساعد واشياء جيده. نعم. فبما انها موجوده وبما انها غير سامه، ليست سامه، وبما ان ممكن الناس يشربوها، لكن عليا اذا كانت ممكن الناس موجوده حداهم، انا قلت لك انا المنطقه ديال المسلمه الناس كيحرقوا هذا الريحان كيديروا حطب كيطيبوا به، يعني حطب يعني كحطب. فهاد المسائل وسبحان الله، يعني هاد سورة الرحمن، يعني احنا في التخصص، كل عالم في التخصص ديالو من اللي كيقرا القرآن، علماء المسلمين طبعا، كل عالم في التخصص ديالو يبحث عن القرآن الكوني اللي كيهمو. الناس اللي دارسين جيولوجيا كيقلبوا على الصخور وعلى الجبال وعلى المسائل هذه، الناس اللي دارسين علم البحار كيقلبوا على هذه المسائل، الناس اللي دارسين علوم الاسترونوميا ولا شي حاجه كيقلبوا على الكواكب وعلى السماوات. بحال حاليا انا تخصص عندي علم تغذيه، فالقران كله جريناه فيما يخص هذا الميدان، هذه هو اقوى علم في القران، هو علم التغذيه اقوى علم. يعني كاين الكواكب وكاين علم الفلك وداك الشيء، طبعا كاين خلق السماوات والارض هذه، ولكن كيبقى علم التغذيه وعلم الطبيعه في القران علم قوي جدا، وكاين ايات قويه. والهام اللي كنوصل لنا لهذه الايه ديال الريحان دائما كنوقف يعني سبحان الله، يعني وحنا هنا كنتكلموا على الارض، كنتكلموا على الحياه الدنيا ماشي الاخره. يعني كان علاش؟ لان البديه والارض ما وضعها للانام، ما ان الله سبحانه وتعالى وضع الارض للانام، طبعا غادي يخلق فيها اشياء وهبط لها الانسان باش يعيش فيها. هذا الانسان يجب ان يجد كل شيء، يجد الاكل والترفيه واللبس والمتعه وكل شيء خصو يلقاه في هذه الارض. ونعم، نعم، ان الله سبحانه وتعالى زينا هذا الكون، زينا هذا الكون.